يا ابن اللذينه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النيو لوك ده انت برضك ما شاء الله عليه. هو انتوا مش كنتوا شغالين مع بعض ولا ايه؟ بس شفيق ساب الشركه بفضيحه بعد ما انا طقمت للدنيا. ايه علاء الغلاسه دي؟ شفيق انت وحشتنا قوي، بقالنا كتير مش بنشوفك. وانت كمان يا شيرين وحشانا الصراحه. وسيبك من علاء، ده مجرد علاء يعني. يا حبيبي انا بهزر والله، بس انا عاجبني الطقم اللي انت لابسه. هو ايه الشياكه اللي مش لاقي على المكان خالص دي؟ انت برضو الله اكبر عليك، عامل تغييرات كبيره يعني. انت ايه يا عم علاء، مش سقعان؟ حلوه حلوه. لا يا حبيبي مفيش حاجة، أنا بس والله بستغرب الطقم تحسه فتوة وأنا كنت عامل حاجات كده. معلش يا سيدي، إحنا غلابة وده لبسنا، بس الشاكت ده ما عجبكش إزاي؟ ده حتى أملس وسهل التنظيف، ما بيفكركش بحاجة؟ الجاكت جميل ما شاء الله، بس إيه الجروح اللي في وشك دي؟ أنت مربي قطة يا وحش؟ هي تمشي قطة يعني، هي من نفس الفصيلة، بس هو نمر عزوز، نمر المفضل. انت مربي نمر؟ النمر بجد يعني؟ ما انتوا عارفين يا جماعة انا بحب الحيوانات الأليفة من زمان. امال انا بحب علاء ليه؟ أليف؟ ايه ده؟ اوف، ده نمر بجد على سريري. امال ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ امال كانت فين القوة دي لما انا كنت عامل الحاجات دي؟ مساء الفل. مساء النور. حد شرب حاجه وما دفعش ولا ايه؟ على فكره لو اللبس عامل مشكله يعني انا همشي، بس بالادب. لا يا كبير، احنا بس لما عرفنا من مستر وجيه ان سيدي الناس وعمنا هنا قلنا نيجي نتحي. نورت حتتك يا كبيرنا، فوزدو وبندو جردات المكان هنا ورجالته، رجالتك وعيالك. اهلا يا بندو، اهلا يا فوزدو. بس دول يعني كانوا المفروض ينزلوا قبل الاكل ولا ايه؟ لا لا لا، دول ما بيتهلا، لا ما بنهزرش.